صورة هذا الصوت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. صورة جديدة لهذا الصباح يوم الأحد 11 فبراير 2018. الطقس بارد جدا، موجة برد، وهذه أزهار تسمى بلسان الثور. زهرة برية هذه الشجرة تسمى كذلك بلارنس بوتي، أي منظف القوارير، لأن أزهارها تشبه تلك التي ينظف بها القوارير. كذلك هذه اللي بجانبها لم تزهر بعد، لأن هناك أنواع تزهر في الربيع وأنواع في الشتاء وأنواع في الصيف. من نفس الفصيلة، لكن الأزهار. وهذه الشجيرة أصلها من أستراليا، الأصل أسترالية الأصل. يكون مستوى حجمها في أقصى الحالات 3 أمتار، 3 أمتار. وهي شجرة جميلة جدا، دائمة الخضرة، كذلك هذه من نفس الفصيلة. وهذه الصغيرة أنتجت البراعم التي ستزهر. سأقرب لكم الصورة. كذلك هذه النبتة تزهر أول الصيف وتسمى أم الروبيا. وكذلك يتخلل هذه النباتات إكليل الجبل، لكن العشب يخفيه. من خلفي هذا الزيتون، زيتون عمره قرابة 8 سنوات. قمنا بحراسته البارحة. هذا مدخل الضيعة، ضيعتنا الصغيرة، أور فيرم، أور فارم. إنه الطقس بارد جدا، موجة هواء باردة.